السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. انا جيت هيد الموضوع اللي تشوفه بي فاتح يوتيوب. فاتح يوتيوب لا شكرا. انا يعني عم تابع وبتابع ناس يعني، واليوم ما راح نلعب، راح نتعلم اشياء من الماينكرافت. والله في ناس بتقول لي ما عم تفتح ماينكرافت، ما صحت من عنده، والببجي راحت كمان من السلطة ومش الحل. ما حضر شيء نتعلم انه لا شو اسمه هيدا اخته اسمه ريما ستوب، وهو اسمه باسل ستوب. يلا خلينا نروح على الفيديو عنه. خلينا نشوف اخر متجر. يلا لا 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 لك لا لك لا 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 لك 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 لا 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 دايما راح يروح. لا مرحبا جميعا، معكم باسم من قناه باسل ستوب. اليوم سنقدم عليكم فيديو جديد وموضوع جديد. وزمان عنكم يا اصدقائي، الصراحه انا جدا مشتاق لكم، وبعرف كثير ناس راح تعاتبني. باسل كثير تاخرت علينا، باسل ليش وين غيبي يا اصدقائي؟ للاسف انا كنت مريض، ما كنت اقدر ابدا نصور، ما كنت اقدر اني ارفع. حتى اخر فيديو نزلته واللي هو نزلته اولت امبارح، انا صورته من اربع ايام وما كنت منتج سريع وحملته. فانا كثير بعتذر منكم يا اصدقائي، بعرف اني تاخرت لكن كنت مريض، ما كان فيني صور، كنت مرشح تعبان على الاخر. وبالاضافه كان في عندي امتحانات الجامعه، كنت مشغول هون 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 هون. وبالاضافه هذا الاسبوع ممكن انشغل وممكن يا حبيبي. بالاضافه انا حابب اشكركم بشكل مسبق على كل هذا الشيء. مهم يا اصدقائي، هلا خلينا نبلش بمشوارنا اليوم. اخ ظهري ما يحكني، يعني يا انفي بيحكني يا ظهري ما يحكني. اجباري كل بدايه تصوير بده يحكني انفي، هذا دليل شو؟ التوتر. لا لا والضرة. بالاضافه يا اصدقائي كمان في عندنا هون شيء لازم ان شاء الله اليوم، في كريبر تشارجر وحصلنا كثير شغلات. واليوم انا حابب اني اعمل شغلات جديده بالسيرفر، وفي شغلات كثير اللي فتره ما فتت على السيرفر، ففي كثير في عندي خفايا. بالاضافه شايفين معي مشروع هون تن 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 مخبى، ما راح افرجيكم اياه، بلش في حكمه. ما راح افرجيكم اياه، وانما راح اعمل مفاجاه، راح اجيب ريما فاجئه. مو بس هيك راح يكون المفاجاه، مو بس هذا المكان، راح ابني شيء هون كمان، وراح ابني بنفس المكان هون شيء، يعني راح فاجئ بشيء جدا راح يكون ضخم. فيلا خلونا نعمل زياره للسيرفر، بما انه لي زمان كثير وحابب اليوم اني ابني شغلات خرافيه لنشوف شو شغلات جديده بالسيرفر. الصراحه لي زمان كثير ما فتت. خلونا نشوف. وكمان بدي اعمل تفقد لما تاجر. يا الله اليوم راح يكون في عندنا شغلات جديده. امبارح معنا راس كريبر، خد لنا نشوف ال 40 دايموند، خد لنا نشوف ال 40 دايموند. يا الله الرعب، يا الله الرعب. تعرفوا شو عم فكر؟ تعرفوا شو عم فكر؟ تعال حزروا شو عم فكر؟ عم فكر اني اجيب الراس السكيلتونز. انا ايش حاطه بالمقبره معي؟ طير يا ورع. انا راس السكيلتونز ابدا ما عم استفاد منه يا شباب. فهلا عم فكر التنانين رح خليهم، لانه انا جبت التنانين خلف الكواليس وحطيت التنانين هوني، لكن ما فكر راس السكيلتونز اني اجيبه، لانه راس السكيلتونز يعتبر شوي نادر، مو مثل التنين. عرفتوا كيف؟ التنين اذا رحت على الاند ممكن تحصل راس التنين، ما انها القضيه الصعبه، يعني راس التنين لا يعتبر نادر، لانه بحس انه اي متى ما بتروح على الاند قادر انك بكل سهوله انك تحصل راس التنين. اما راس السكلتوز وراس الكريبر هذول صعبين، لانه صعب انك تحصل كريبر تشارجر. مزبوط، بس اعمل بيس بالسيرفر عند الكريبر تشارجر. يا عين عليك، خليني احط هون راس السكلتوز. تك الله 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 الله. يلا 40 80 دايموند يا حبيبي عليك. حلو. بالاضافه يا اصدقائي سمعت انه في شخص، شو هاد؟ واو صاروخ، الشباب عم تفكر تطير على المريخ. هات لنشوف الصاروخ بلط قبل ما تدمج. والله شيء خرافي يا شباب. طلبكم اذا فينا ننزل شوي لتحت، طلبكم ننزل شوي لتحت. اوه في قاعدة جوا، شكله في واحد من الشباب عم يعمل انه ينشق عن السيرفر. ما بعرف الصراحة مين باني لهذا الصاروخ، بس شوفوا معي التصوير صراحة جدا 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 رهيب. وفي مبنى جديد هون، اوه الشباب شو عاملة؟ اوه في كثير شغلات جديدة بالسيرفر، بس لأني غبت أربع خمس أيام عن السيرفر الشباب مشاريع. دايموند ما تجيب. شوفي اوه في كريبر هون، في كريبر هون، ورع ما بدنا نفجر الكريبر. تعال يا ورع، تعال يا الورع. وو على فكرة طولوا بالكم. هاي محطة وقود. الله الله الله، بتعرفوا شو؟ بس مين بانيها؟ ما في هون خريطة، انه ما في حدا كاتب، بس مين باني هاي محطة الوقود؟
ما في حدا شكله بقني ما حدا ما بعرف مين بقني ما حدا الوقود. بالتالي يا الزكاة تعرفي شو هنفكر؟ بس ما حدا الوقود بدون سيارات بالضبط. مو هيك؟ أنا في عندي سيارتين هنفكر جيب واحدة من السيارات حطوها هون. شو رأيكم؟ رح نجيبها بس مو هلا بعدين رح نجيبها رح نجيبها. بس اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح نجيبها وشوفوا معي هي اللافتة اللي بتكون. الله الله هتلا نشوف جوا. والله شيء خرافي التصميم الصراحة خرافي. هي هي مثلاً محل أبتحاسة. هون حال هون الشخص بده يقبض مصاري. شوفي هون لشكل لون هذا من مود الشجر. والله يا شباب التصميم جدا رهيب اضافي. شوفوا معي مرتضى الرضاوي ابدع والله الشيء خرافي. بالاضافه سمعت في العاب جديده بالسياره فهلا لازم نروح نجرب هاي الالعاب يا شباب على السريع على السريع على السريع على السريع. اول لعبه كانت لا يمكن الورع الكركي الكركي ولكن الورع الكركي. شوفوا معي سبيد جام يا اخي مصدر طالع عملنا سبون شيء خرافي هون. شوفوا معي على الاغلب حط وحده يمكن اذا بيطلع اللونين نفس بعض بربح. اذا طلع مثلا اخضر واصفر ما بربح بس اذا طلع اصفر واصفر بربح. اصفر واصفر لا لا اصفر واصفر لونين. يلا يلا يا الورع ما ربحنا شيء. مو هيك ربحنا تطويره بلاست بروتكشن والله ممتاز. معنى كلها بس لونين. طولوا بالكم حتى ممكن اذا طلع لنا شيء افضل. طولوا بالكم لنشوف. بتوقع اذا طلع اللونين متشابهين بيعطونا جائزه اضخم واضخم. هتلا نشوف. يلا اصفر واصفر خليك احمر واخضر احمر واخضر. مشكوك ورع كركي حبك انا بحبك انا يا كركي بحبك يا ورع. والله نار بنكد دايما هيك ببلاش يا اخي. نار 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 يا حبيبي نار. وفي لعبه ثانيه يمكن سواها الورع احمد ايار فخلينا غني اصدقائي خلينا نطير لعنده الورع احمد ايار. عمل سمعت انه ليش ما عم طير ماني فهمان ليش الالترا ما عم طير. ملاحظين في عندي مشكله انا في عندي مشكله ما عم تطير الالترا. شايفين ما بعرف في, في في عندي مشكله في عندي يمكن لاج ما بعرف صراحه شو المشكله ما بعرف. احمد هو اللي اشترى راس الكريفر يا ورع يا ورع. صراحه التصميم جدا رهيب. الكل بالتعليقات كاتب لي باسل روح جرب احمل لعبه احمد اي ار. باسل كل جيب احمد اي ار. كلكم حكيتوا لي انه اللعبه خرافيه فاليوم انا حابب نجربها. طيب التصميم كبدايه خرافي. شوفوا معي حاط راس الكريفر هون. شو كاتب شو كاتب ويلكم تو احمد اي ار جيم. طيب هون كاتب جو تو باي وهون دايموند اللعب. طيب يلا لعيونك خمسه دايموند 1 2 3 4 5 يلا. وهون حاطط راس التصميم رهيب شكله بدنا نموت كثير. هون شو حاطط سيت يور ايتمز هنا. اذا هيك الوضع لكن يا شباب رح نموت كثير 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 اليوم. خلونا نشرح هدول على السريع. نحط هدول هون تقدر الترا اوعى الترا تروح اخر المقلب صار فينا من المرجاني. خلونا ننام هون يو كان سليب. طيب بكره رح انطر الليل لحتى يحل لحتى نام هون لانه انا اذا بخاف موت ويرسمني بنفس انه يرسمني بمكان بعيد فخلينا ننطر الليل. حماس حماس صراحه انا جدا متحمس لهي اللعبه. انا متحمس لماينكرافت اشتغلت لتفاعلكم. خلينا نشوف هذا الفيديو كم لايك كرمال التحمس تبعي. خلينا نشوف كم لايك ممكن نوصله. خليني بس اخذ شوي من الاكل لاني ممكن اني احتاج اكل. هيك هيك بتوقع بس ما بتوقع ما بدي اصرف كثير جولدن كارت. صعب شوي انك تحصله فخلوني اخذ بس 3 جولدن كارد بما اني راح اموت. لا باركور محتار بفوت ما بفوت بفوت بلش. والله يا شباب الباركور صعب. انا ما بدي ما بدي انا انا انا, أنا, أنا انسان اخلاقه ضيقه فاني العب باركور والله صعب. طيب يلا كيف بدنا نروح كيف بدنا نروح. طولوا بالكم من هون هيك هلا من البداية. طيب كيف بدي اطلع اوكي كيف بدي اطلع كيف بدي اطلع كيف بدي اطلع هلا انا كيف بدي اطلع. يا مين من بداية مسخة. باك طولوا بالكم طولوا بالكم. هم نطير هم نوصل لهون ما بعرف اذا بنوصل. نط 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 وصلنا اول مرحله. شو كاتبين جود جاب برو جود جاب برو. طيب سلك نمبر فيرست. لازم اختار رقم. هذول الارقام 3 ولا 2 ولا 1. هات لنشوف شو مكتوب تحت. شوف شو في تحت. في لافه هون وهون. في لافه هون. طيب وهون هون
هو شكله مين في لفه، بس ممكن هو تحت اللفه يكون حاط لي ما. طيب بتعرفوا شو؟ بتعرفوا المثل اللي بيقول خير الامور اوسطها؟ يلا يا رب يا رب، انا معتمد على رب العالمين. يلا بسرعه اخر ورع اذا بدنا ننطر. يلا اطلع 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 حماس. وطبعا يا اصدقائي في فكره انا نسيت ما اخبركم عنها، ما بعرف اذا اخبركم عنها، انا بنسى، واللي هو انه نحن الفيديو الماضي وصلنا 104000 لايك، وبالتالي اليوم رح يكون معنا فائز بكود ماينكرافت بشكل مجاني. هلا رح نروح على غرفه المشتركين ورح اعرض اسمه، انا اخترته، فخلونا نشوف مين هذا الشخص. بس يلا خلونا ننزل. تعرفوا شو شكله؟ هون الطريق الصح يا اخي. انا خبرتكم خير الامور اوسطها. واخيرا نزلنا. شو كتب اليوم؟ You have good luck lol but not now. بيكتب لي انه انت عندك حظ جيد بس هلا حاليا لا. ليش؟ شو يعني؟ شو في هون؟ ان شاء الله بده يرجعني لنفس المكان. انا بشكل فايت بالطريق الغلط. لا كنت لازم يمكن روح بواحد تاني مو خير الامور. لا 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 مزبوط خير الامور اوسطها. طيب هارد باركور. You can only sleep at night. لازم بحيث انه موت وارجع اعيش هون. فلذلك كمان يا اصدقائي بالطيارات مضطرين اني انطر الليل لحتى نام هون. يلا ننطر. شباب تعرفوا انه هون شكله رح نبلع الجزره. هون باركور باركور هون باركور ولافه. يلا لا من اول وحده لا مو من اول وحده لا احمد من هالدرجه. والله يا شباب صعبي والله يا شباب صعبي. انا مشكي نوب بالباركور. حلو حلو. لا ما يصير في لاك، صار في عندي دروب. شفت الدروب اللي صار؟ حلو. يلا ابو البيس انت لها. ابو البيس ابو البيس لك. لا صار في لاك. ما يصير في لاك. لا حصلوا لاك ما يصير. يا الله هلا وقت اللاك. بسرعه خلينا على السريع خلينا على السريع خلينا. نموت احمد. ريان بدي افجر لك بيتك على هالباركور. هلا هو صح مو مجبور انا اني العب بهي اللعبه بس هيك بدي افجر لك بيتك. ايوه ورع ورع. ايوه يلا حلو. ملك 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 حلو. ملك 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 ملك. ابو البيس ابو البيس ابو البيس. زلغطيه منحرفه. ليش؟ حلو. شو كاتب؟ يو ار ذا بيست. انا افضل لاعب. طيب gift for you bro. easy game. easy game. طيب هوني فينا ننام. تعرفوا شو بنطر الليل ولا لا؟ مشكلة ممل اني انطر الليل. خلاص خلوني خاطر خلوني خاطر. بس هوني ما فيني مو لازم اضرب. عرفتوا كيف؟ مو لازم اضرب فيهم بس مو لازم اضرب بس مو هون لازم نط هيك. حلو. وبعدين حلو هيك يا اخي. هي اللعبات الحلوة. بس هو كان يخبرني انه easy game يعني هيدي سهلة. طيب go. اوكي من وين بعدين؟ من وين من وين؟ من هون. حلو. طيب بنط هيك. حلو. خالصين. That was easy. طلعت سهلة. But now you should die. لكن هلا لازم تموت. طيب شوفي جوا ما يضحك. والله شكله بيخوف شكله بيخوف. الناطر اللي جوا. يا رب يا رب يا رب. طولوا بايكم طولوا بايكم طولوا بايكم. شفتوا 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 شفتوا. انا كنت حاسس. سبحان الله كنت حاسس يا شباب كنت حاسس. قسما بالله كنت حاسس انه في إلنا بالموضوع. كنت حاسس والله قلبي كان حاسسني انه في مثل فخ او في مثل شيء. هون طريق مسكر. طيب طيب هون تمام تمام. انت لحقني بس ستوب ستوب. انت لحقني انت لحقني. يلا بنكفي. كنت حاسس والله يا شباب يا اخي. هاي المهارات البوليسيه. طولوا بالكم من هون هيك. يلا بدنا ننتبه منوقع. طريق مسكر طريق مسكر. نايس جوب يو هاف ذا ريشيرد ذا فاينل. انه انت برافو عليك انه انت تقريبا وصلت للاخر. لاست جيم. المرحله الاخيره. سبنسر بوت. لازم حط قارب وامشي فيه. بس شوف شوفوا معي الافخاخ وحاط لي هي. يعني انا هون ما راح فيني اتحكم فيه مثل ما بدي. ومنو حاط لي تخت هون؟ لو جايب معي تخت يا الله لو جايب معي طخت. طيب يلا هلا اذا بنموت رح ارجع عيد عند مرحله اللافه. طيب لازم نروح. لا 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 كيف نمشي هاد؟ لا 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 يا والله ضحك يا والله. ما فيني اتحكم فيه ما فيني اتحكم فيه. من وين عادوني؟ لا مشكي على التلج. ما فيك تتحكم ما فيك تتحكم. عرفتوا كيف؟ افي اي طولوا بالكم هدوء 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 هدوء. طولوا بالكم
شوي 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 لف لف ورع 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 هات يا ورع ايوه فوت 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 ايوه فوت فوت بدنا نروح هيك بالزاوية فوت يا ورع ما بيفوت ما بيفوت ما بيفوت لا 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 عم رجلي شباب يرجع العيال عم رجع لا ايوه هيك 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 ايوه هيك ما صعب 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 بدي فوت لجوه بدي فوت لجوه طولوا بالكم هيك ايوه هيك هيك ايوه 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 واخيرا ابو النيس جود جاب تيك يور جيفت في هون جيفت طبعك شو بدي اعطينا ورع وين جيفت اوه عطاني بلوكة ايرون نار 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 والله يا شباب اللعبة رهيبة وين المدخل وين المدخل وين المدخل وين المدخل وين 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 هون 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 يا الله والله يا شباب اللعبة رهيبة خلينا نحصل كل اغراض والله يا شباب الصراحة استمتعت فيها صح جبت العيد فيها منتت فيها كذا مرة بس قسما بربي يا شباب اللعبة خرافية بهنيك وعسيرة اللعبة انا لحاليا ما فكر اني ساوي لعبة وفي لعبة على فكرة في تصميم ببالي بدي ساوي يا شباب تصميم رح خلي تابعون الشيرفك احنا مثل ما كنتم شايفين انا قدرت اني ساوي لكن هونيك بدي اعمل تصميم واللي بفوز بهذا التصميم بدي اعطيه يمكن 10 بلوكات دايموند ايه بدي اعطيه 10 بلوكات دايموند المهم يا زكريا خلينا حاليا نروح نعمل جوله لمحلاتنا بالاضافه خلينا نروح كمان الورقه بالصف باني كمان متجر شيء جديد هات لنشوف طب ما كنا نشوف شو هيك حاسه مثل قاعده الكهرباء والله هيك حاسه طب ما كنا نشوف لايف محطه اذاعه مثل ما خبرتكم لايف هون بيطلع لايف وحاطط ضوء اخضر والله شيء خرافي هلا يا اصدقائي احزر شو بدنا نسوي بدي اروح لحتى اعلن عن فائز عن جيف اوي وبدنا كمان نشوف المتاجر المتاجر لازم نشوف المتاجر لازم نشوف المتاجر خلينا من البدايه نشوف المتاجر بما اني لفتره غايب خلينا نبلش باول متجر تنتظر يا رب يا رب يكون مشترين شيء اوه مشترين راس ممتاز طيب هون يا اخي اليوم شايفه يا اخي شايفين ابو البيست عندي انا صار عندي بالمخزن 55 بلوك دايموند هلا اليوم صار تقريبا رح يصيروا 70 يعني صار معنا ستاك من البلوكات صار معي ستاك بلوكات دايموند يا اخي انا كل يوم حاب العب ماينكرافت انا طيب يا الله والله شيء خرافي يعني حاليا صرت انا اطمخ هذا الباب ورع هذا الباب انا هلا حاليا صرت اطمخ واحد بالسيرفر يا شباب طيب يا رب والله احرجتوني يعني انا جدا جدا انا محرج جدا كمية دايموند محرج خلونا نشوف المتجر الاخير خلونا نشوف اخر متجر متجر شو اسمه الورعين شو اسمه خلونا نشوف اخر متجر يلا يلا لا 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 بترجع الدايموند راح يروح لا يصير هيك ماني فهمان ليش هيك صار مين عامل فيني هذا المقلب طلبكم خلونا ننزل نحفر لتحت بس بدي اوشي بدي بيكاكس طلبكم بدي بيكاكس لحتى احفر لتحت يا الله الغراض بس كيف بدي انزل لتحت خليني احفر من هون بدي طلبكم شو في هون اوه في طريق لتحت حلو 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 في واحد عامل فيني فخ لا الاغراض لا بترجاكم لا 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 بترجاكم لا 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 اغراضي 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 بسرعه بسرعه انزل انزل يا ورع انزل يا ورع انزل 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 وين بدي اروح انا هلا ما عاد شايف اي شيء هون 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 لازم كسر هون 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 يلا هون هون لازم كسر لانه هون شكله الافخخ يا رب ما تكون راحت الاغراض بترجاكم لا كل شيء الا الالترا ميندينج دايم كان في 3 ستاكات دايموند يا الله ما كملت الفرحه ما كملت الفرحه ما كملت الفرحة يا الله ما كملت خليني نكسر هاد ليش ما بدي اكسر هاد انا اغراضي وين اغراضي وين اغراضي
تشيرستون. بس ليش ما بيصير؟ كان لازم ما بيصير يروح الاغراض. طب انا متت اوكي بس مو لازم يروح الاغراض. يعني اللي راح كل شيء، ثلاث بلوكات، ثلاث استاكات دايموند راح، والالترا والاسلحه مطورين. يا حرام، شو هاد؟ مين زاوى فيني هذا المقلب؟ لازم فوت هلا اشوف الشباب. رح شوف، فوت على اليوتيوب وبرجع، رح ارجع عندكم بس لشوف فيديوهات الشباب. بلكي حدا عمل فيني مقلب، انا شايف اني فتره مقطوع عن السيرفر. لا مصطفى جيم اوفر هو اللي سوى فينا المقلب. شفت الفيديو تبعه؟ بس هلا انتبهت على الفيديو تبعه. انا لفتره اللي الشباب قلت لكم انا كنت مريض وكنت مشغول بالجامعه، ما تابعت يوتيوب، ما تابعت شيء، كنت بس مشغول بحياتي. لا لا، بس انا شفت الفيديو تبعه كان هو عمل المقلب، حس اني انا ما موت، بس هيك يفزعني انه في 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 في, في, في بس يمكن كان ناقصنا كلوب لو التالي متت. انا ما كنت لازم موت، هو ما كان قصده موتني. انا انتبهت انه ما كان قصده موتني، هو بس قصده كان يمزح معي، بس ما بعرف شو الشيء اللي صار وخلاني يموت. يا الله، راح كل شيء، راح كل شيء، راح كل شيء، ثلاث استاكات دايموند راحوا. تعرفوا شو؟ ما راح اعمل. لا 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 لا، والله ما بعرف شو بدي احكي. والله يا شباب ما بعرف شو بدي احكي. ما بعرف هذا راح كل شيء. انا شو خدت هذولي؟ ما بعرف. انا بدي اطير مشان اروح على البيت، بس نشد انه ما عندي الترا، ما عندي اي شيء. كل شيء راح، خسرنا كل شيء. لا انا كنت مبسوط بالدايموند، للتستاكات، ورح بترجاك. تركني اللي فيني مكفيني. ثلاث استاكات كنت مبسوط فيهم، يعني انه بعد غياب ثلاث استاكات دايموند حصلتهم وراحوا. خلص هي جبنا دايموند، خلص خلينا هلا نروح على غرفة المشتركين ولحتى اعلن عن الفائز. وصراحة انا ما بعرف شو بدي اساوي، يعني شو بدي اساوي شو بعمل، ما بعرف كيف بدي ارد له، برد له المقلب ما برد له. انا محتار صراحة، انا محتار. مهم يا اصدقائي، هلا يلا خلينا بس، بعرف انه انتم كانوا حابين تعرفوا من الفائز. الفائز معي هو لي احمد علي. مشكور لك يا حبيبي على متابعتك لإلي، ومشكور لك على شيء اني ما ابسطك، ما ادعمكم، او اني على اي شيء ما قدم لكم اياه. ليش ليش هيك صار؟ انا فايز بالحيط، ليش ما ما معي اكس بي لحتى. ما معي اكس بي. مهم يا اصدقائي، هذا هو التعليق، وانا راح اعلقها بالفيديو القادم. لانه اذا بدي اروح اجيب اكس بي بدي اطول كثير، وخاصه ما ضل معي شيء، ما ضل معي الترا. اكل كل شيء راح، خسرت كل شيء، خسرت كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء راح هباء منثورا. فمهم يا صديق احمد علي، مبروك عليك، انت الفائز معي بكود ماينكرافت بشكل مجاني. بتمنى منك يا صديقك تتواصل معي عن طريق الايميل اسفل الوصف، تعطيني دليل انك انت احمد علي. الف واحد راح يتواصل معي، ما راح اخذ اي الف واحد، بدي دليل. واخر واحد سلمته انا كود ماينكرافت، سلمته اياه، الربح معي واللي هو وجودي علي، سلمته اياه لكود ماينكرافت واعطاني دليل انه هو وجودي وبالتالي سلمته. المهم يا اصدقائي، الفكره انا هلا شوفوا معي، انا هلا محتار. مصطفى عمل فيني المقلب، بس ما كان قصده انه يموتني، مو قصده انه ياخذ من الدايموند ويخسرني الترا ويخسرني. انا شفت الفيديو تبعه، هو قصده بس انه كنت راح انزل لتحت بدون ما اموت، وهو عمل هذا الشيء وهيك صار. ما كان قصده ابدا انه يموتني، بس الفكره ليش انا متت؟ صار في ما بعرف ليش متت. انا يمكن كان ناقص دم مقلوبي. ف شو بدكم يعني اعمل؟ رح يطلع لكم تصويت على الشاشه. انا مثل ما بدكم تساوي، برجع بانتقام ضخم، ولا برجع بمقلب عادي، ولا بسامح، ولا انتوا شو بتخبروني؟ انا جاهز، انا محتار. يعني انا هلا محتار، لانه هو الشاب ما كان قصده يعمل فيني كل هالامور، بس
صار هيك وصار. فاللي اصدقائي اكتبوني بالتصويت واكتبوني بالتعليقات وانا رح نفذ. انا محتار صراحة، فبدي اكون انتو تساعدوني حتى اعرف اتخذ قرار، منفجر نضرب ولا منسامح. انا محتار بس يا الله الاغراض راحوا. ثلاث استاكات دايموند، ثلاثة دايموند راحوا. ثلاث استاكات دايموند. لا لا، لكن الدرام اندينج، لكن الدروع تطويرات، سيوف تطويرات، يا لهوي. اخ والله يا اصدقاء ما عرفت. المهم يا اصدقائي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسونا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. بس في داهم فان يا شباب، ما نوصل لنهاية الحلقة رح نحضر كمان حدا، انه كل شيء انه هو بس رح نحضر انه مرتين. انا هيك بتحضر مرتين. طلعت برات اليوتيوب يا عيني، شو صار هاي فتنه عم ببجي تكون على نزلته. انا والله ما بكذب، والله ما بكذب يا خيي، ما تفكر انا عم بخبى عليكم. يا الله التليفون رجع. وقفتني حالي مسيف نور مار. روح لحضر سيد يا سيد. اوه لا سيد، انت الهالفيديو سعد بعد ايوه كفو، فتحنا على طول. يا عيني اول فول. هلا والله بالاسياد، مقطع جديد وحلقه جديده من لعبه ستيك مان. لكن اليوم راح يكون عندنا جزء مختلف. اليوم راح يكون عندنا جزء هو من السجن، لكن اللعبه شوي اسلوبها مختلف. فكرة اللعبة راح تكون بكل بساطة ان احنا نحاول نهرب من السجن لكن بطريقة مختلفة. راح تشوفونا معانا اليوم بإذن الله. طبعا اللعبة راح يكون فيها مجموعة من المهمات اللي راح نسويهم، مو مجموعة بسيطة، مجموعة جدا كبيرة. مثل ما تشوفون عندنا عدد كبير من المهمات. المهم اذا تبون ننزل حلقات من اللعبة هذه فجروا مقطع باللايكات، واذا كنت مشترك اشترك في القناة، ويلا على طول لسجو. خلينا نروح للمهمة الاولى عندنا في اللعبة، يلا لسجو. اوكي في البداية طبعا يبون يعلمونا احنا وش نقدر نسوي. نقدر في البداية ان احنا نلف الكاميرا بالطريقة هذه. اوكي حلو زين، خلينا نروح نشوف هاي شنو، ما ادري. المهم احنا يبون نروح هني. اوكي نقدر ندفع الظاهر، يمدينا ندفع. اوكي اللي سويته حاليا انا اني ايوه يلا ادفع يلا ادفع. اوكي ما قاعد يدفع يا الحبيب، يلا اوكي مين امر. اوكي الفكره ما فيها كان ادفع السرير، ففعليا دفع السرير. الحين نروح بعد ما حصلت حاليا اللي هو نقدر نقول سكين بسيطه نقدر نستخدمه، نفتح الباب فنجي لهذا المكان. اوكي نستخدم السكين، طبعا قاعد يعلموني. فالحين مثل ما تشوفون فتحنا على طول الباب، نمر من هني نروح داخل ايضا هني هذا المكان. نقدر ان احنا شو نسوي، دقيقه اشوف. ايوه حلو، اخذت الشيء اللي موجود هني وحركت على طول. شو اسوي دقيقه، حركه وبعدها استخدم المشرط مره ثانيه او يا عمي كسرت الجدار. حلو كسرنا الجدار، نقدر نجي. دخلنا داخل، حلو عدينا اول ليفل. نتعلم على اللعبه ما عليكم، لحد الحين ما في شيء مفهوم بالنسبه لنا، بعد ان شاء الله الوضع راح يكون افضل وافضل. زين الحين المهمه اللي بعدها عندنا بعض الاشياء هني. اوكي اتوقع محتاجين احنا نشيل المغسله، يمكن دقيقه شيل المغسله. يلا حلو شلنا المغسله، خلاص اتركها. المشكله حاليا ما عندي سكين، في شيء موجود داخل هني ما ادري شنو. زين المشرط موجود هني، اخذنا المشرط يا شباب. الحين نقدر ان احنا نفتح الجدار هذا. لا مو دقيقه، نفتح الجدار نجرب. يلا الو اوكي ما يستخدم الجدار في هذا المكان، ما اعرف ليش. عندنا باب هني نقدر نفتح الباب، ممكن تفتح الباب. اوكي حلو قاعد افتح الباب المفروض حبيب. ايه يلا افتح الباب، ايش فيك؟ ما قاعد يستوعب. انزين فتحنا الباب، الحين مرينا. انزين عندنا بعد منطقه ثانيه محتاجين احنا نفتحها، في المنطقه هذه. يب اقدر، انا حصلت هذا. فيلا اضرب بعد ايوه كفو، فتحنا على طول. ناخذ الفلوس اللي موجوده داخل، وهذا كان الهدف، هذا كان هدف المهمه هذه، ان احنا ناخذ الفلوس اللي موجوده داخل. ممتاز، ما زلنا داخل السجن احنا، والغريب انه ما في احد معانا في السجن. لا والله الحين في معانا احد. زين
اول شيء بسويه خلينا نروح للشيء الازرق هني. اوكي تعال نروح للحبيب هذا الظاهر نكلمه يعني. اوكي ما علينا منه. اوه في ناس موجودين معاي. بما ان في ناس موجودين معاي ما بينفع الوضع. لازم اتخلص منهم لان ممكن يسببون لي مشاكل. فناخذ نروح لهذا ونتضارب معاه. خذ لك. اوكي اجي خويه تعال خذ. لا شرطي. جلت الشرطه اللي بعده. خذ. اوكي جلت الشرطه الاثنين. اوكي جلت الشرطه اثنينهم. الحين بعد ما جلتهم حصلت مفتاح. اوكي ما انا حصلت مفتاح. خل نروح للزنزانة رقم 29. الزنزانة رقم 29 دقيقة عندي مفتاح انا. من يفتح الباب؟ الظاهر ما من يفتح الباب. انزين صوت غريب. يلا ادخل. ادخل الحبيب. صح نسيت اني اقدر الف الكاميرا. نسيت الموضوع. المهم الفكرة ما فينا احنا نروح للفلوس. توني قادر استوعب الموضوع. نروح للفلوس لين في النهاية بنقدر نهرب من السجن هذا. انزين اللي بعده. هاي انا في سجن لحالي. عندي المشرط هذا. وش في شيء؟ في شيء كأنه هني كأنه ما ادري. خلي في الكاميرا نشوف اذا في شيء موجود. ما في شيء موجود. يلا نفتح. يلا ايوه افتح 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 الباب. ليتس جو. ترى يا شباب هو زي هو احنا بنلعب اللعبه وحدا يفكر يعمل هيك شغله. فتحنا الباب. نجي. اوه في شرطه. شرطه شرطه جاي. اوكي زين الفلوس وين؟ الفلوس موجودة هني. يلا افتح افتح. ايوه افتح بسرعة بسرعة قبل الشرطي. حلو المفروض اني فتحت. يلا ادخل 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 ادخل. يلا حلو جيب الفلوس وعدينا المهمة اللي بعدها. اللي مستمتع لا تنسى انك تضغط زر اللايك يا صاحبي. يلا اضغط زر اللايك. حصلنا انرجي او شيء مثل هذا. كنتينيو. يلا نروح المهمه اللي بعدها. لحد الحين اللعبه رهيبه. انا توقعت انها بتكون عاليه. لا اللعبه رهيبه. يلا جيب هذا. اوكي في شرطي. ما ان في شرط. لا 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 انا فتحت الباب بس شكله ما انتبه. انا مسكت. انا مسك شباب. انا مسك شباب مو قادر اتحرك. لا تاك 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 تاك. انضرب معاه. تعال 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 تعال. خذ 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 خذ. حلو خلصنا عليك. اوكي اوكي اخذت منه مفتاح. المفروض المفتاح هذا يفتح كل شيء. يلا افتح. اوكي فتح الباب فعليا. ممتاز. وروح المكان اللي بعده. استخدم المفتاح في الكاميرا. حلو فتحنا. ناخذ الشيء هذا بعد. طبعا هذه العلامة الاستفهام اتوقع فكرتها ان تعلمنا ان احنا وين نروح بالضبط. الحين محتاجين نطلع من الباب هذا. اوكي يلا افتح الباب. ما ان عندي المفاتيح اقدر افتح المفروض كل البيبان اللي موجوده في المكان. يلا ليتس جو. فتحنا الباب. ايش رايكم نتمرن؟ اوكي لا ما يحتاج. خلاص حصلنا الفلوس. الفلوس هني. حلو حلو عدينا على طول مثل ما تشوفون وقدرنا ان احنا نجمع فلوس. ويلا اللي بعده. الليفل اللي بعده خلينا نشوف الليفل اللي بعده. اوكي اوه الشرطي دخل وجايب معاه احد. تمام دخلت معاهم. جيب الفلوس. عديت المهمة بشكل سريع جدا مع ان الشرطي معاي. عديت المهمة. ما علي عديت المهمة يا شباب. يلا ليتس جو اللي بعده. خلينا نشوف المهمة اللي بعدها وش بتكون. المهمة اللي بعدها ناخذ هذا. ما زال في شرطة موجودين. اوكي لا لا جيني لا جيني لا جيني لا جيني لا 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 ما ينفتح. لازم اضرب احد. تعال 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 تعال. خذ خذ انت خذ. تعال. اوه عدد كثير. انجلت شباب. جلتهم. اوكي لا جلتهم والله جلتهم جلتهم جلتهم. اوكي 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 خلنا ندخل. حلو زين. شو اروح احصل مفتاح غريب. المفتاح موجود. خذ المفتاح. المفتاح بفيدني من اني اقدر افتح كل البيبان الحين. افتح الباب افتح الباب بسرعه. يلا حلو فتحنا الباب هذا. ناخذ علامه الاستفهام. زين وين؟ وين؟ لازم ادفع السرير. يلا 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 ادفع ادفع ادفع. مو قادر ادفعه. دقيقة. يلا
حبيبي ايش في هذا؟ يلا زين بوش 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 دقيقة بوش بوش ادفع حين اوكي حين ادفع حين ادفع حين ادفع 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 يلا كفو اوكي اخذت مطرقة حلو المطرقة بتفيدني زين انجيني اسحب هذه اسحب لازم اسحب المغسلة اللي موجودة شوفوا في مغسلة هني اسحبها كفو سحبناها نجيب المطرقة ونكسر هني اكسر بعد 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 ليش اكسر ليش تعب نفسي ليش ليش دقيقة اطلع عند المفتاح عند المفتاح ليش ليش اسوي كل هذا نجي لهذا المكان اصل الباب مفتوح عند المهمة يا حبيبي الباب من اصل مفتوح ليش اكسر وتعب نفسي لي واجيب مفتاح يلا اللي بعده انزين المهمة اللي بعدها الحين خلنا ناخذ هذا مهم استخدمه يا رب ما يا رب اللي معاي ما يخبر اوعه لحد الحين ما خبر احد حلو اوكي هو ده دقيقه هم يبوني اروح داخل ما يبوني اكون برا هم يبوني اجي هني افتح 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 ما ادري ما ادري افتح افتح يلا فتحنا بغيت امسك بغيت امسك يا شباب باقي شوي افتح 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 بسرعه بسرعة أسرع 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 ما أحس فيني يلا 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 طولت أخيرا 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 طولت بشكل كبير بس المهم إني قدرت أعدي المهمة آخر شيء اللي بعده خلنا ناخذ هذا الباب مو مفتوح الحل الوحيد نضارب مع هذا الحل الوحيد تعال 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 خذ لا 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 يا ساتر كل الناس ضدي الجلدون يا اصلا هذا هو الحل الوحيد عشان عندي المهم ذبحت هذا واحد بنفس الوقت والله حرام اوكي نرجع مره ثانيه من جديد نرجع من جديد نرجع من جديد دقيقه هل ينكسر هذا؟ لا ما يمين اكسره لازم اتضارب مع الحبيب اجلده واجلد هذا واجلد اللي بعده واجلد اللي بعده حلو جلدتهم كامل اوكي اعطوني الاشياء اللي عندكم عطني الفلوس ثواني وعطني المفتاح دقيقة وانا اقدر اروح على طول استخدم المفتاح الباب يلا الباب الثاني اصلا مفتوح الباب الثاني مفتوح حلو فتحت الباب ورحت الباب الثاني شيء غريب قاعد اسويه المهم عديت المهمة الحمد لله يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده ليتس جو خلينا نشوف ناخذ هني المرة ما معايا احد معناته ان الباب مفتوح اه عندنا هذا حلو 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 يا حبيبي يلا يا سيف يلا الهروب من السجن تفتح بس فتحته شكلي انكشفت شكلي انكشفت لا والله انكشف فعليا انكشفت فعليا اجلد اجلد اجلده حلو جلدته 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 اطلع 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 اوه الفلوس هني حلو عدينا المهمة الحمد لله يلا اللي بعده اللي بعده خلنا نشوف وش بيكون عندنا الحين عندي واحد معاه مع شرطي شنو نعم 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 خذ 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 جلدته اوكي جلدته شباب كفو ثاني مفتاح ثاني مفتاح حسيت عبد الله باب الجيزان وحاجته جلدته الباب هذا يلا يا حبيب يلا طيب يا الحبيب ايه افتح الباب ايش فيك ايش في استيعابك بطيء عندنا هني واحد ثواني خلني اجرب اروح شفني خذ 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 اوكي جلدته بس اروح اللي بعده اوه بس هني هني في باب صح هذا الباب افتح الباب يلا يلا حلو يلا افتح الباب بسرعه بسرعه قبل لا يكشفونا يلا حلو كملنا المهمه الاخرى خلنا نكمل ونستمتع مع بعض في اللعبة أي شخص مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة أي شخص ما ضغط زر لايك اضغط زر لايك يا صاحبي هيا قبل لحالة عم يزكت دم أقول إذا أنا نسيت أحط أوكي شكل اللعبة علقت خلنا نشوف إحنا وصلنا أصلا لهم رقم 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 كم يا ساتر رقم 12 يلا نروح المهمة رقم 12 نشوف أصلا تنفتح معانا ولا لا المفروض تنفتح معانا أوكي تنفتح معانا يا شباب ولا وش ده وش ده وش ده
ايه دي واحده. خد 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 انت بعد. اوكي جيناتهم كلهم وحصلت مفتاح. حصلت مفتاح. هذا المفتاح هو اللي بيخليني احصل الفلوس. الفلوس وين؟ الفلوس وين؟ فلوس وين؟ شباب في احد منكم يشوف الفلوس؟ شكلي بمشي على السهم حقهم. بس قبل ما امشي على السهم حقهم خليني بعد اجل اللي موجودين هنا. تعالته بولي هلا اللي بعده لكم شو قول هيدا بعد لكم هيك كمان قول فيديوهات اللي بعده من قبل هو اللي هتحضرون. خد اي اي شو انت اي اي انجلت شباب انجلت. هذا مات باقي واخر واحد خيرا. اوكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ها شنو دقيقة شيء غريب. افتح 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 يلا ادخل داخل بسرعة يلا. وش ده؟ الو هاي النهاية. اوكي هاي النهاية. حلو 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 حلو. اوكي اللي بعده اللي بعده خلنا نشوف وش بيكون عندنا الحين. حبيبي حبيبي وصلنا لمرحلة شكل المهمة رقم 12 هي آخر مهمة. المهمات الباقي لحد الحين ما فتحوهم. هذا اللي باين عندي حاليا لأن أول ما كمل طلعوني. اللي هو شباب هذا مقطعنا بشكل كامل. يعتبرون نكمل في اللعبة أول ما تنزل الليفلات اللي بعدها أو ما أدري نشوف تحديث أو شيء. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ضغط زر اللايك. نشوفكم على خير بإذن الله في مقاطع أخرى ومع السلامة. سلام. اللايك أمر مهم طقه ولا تهتم انضم. أنا يا شباب راح لكم كمان ما تنسى تحط اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة والله يوفقكم.